ولا بيو. بضاعة كلش حلوة وصلت، ننتظر شوية البث يصعد على مود نراويكم شو عندنا ما عندنا وشنو الوصل وشنو الموجود وشنو الترتيبات. وهذا سنتر بيت الصيني بغداد، بغداد الجديدة. هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم. يا الله يا الله يا الله، الوردة البيضاء أهلا وسهلا، يا مرحبا، مية هلا بيهم، مية هلا بيهم. اي نعم، هسه عيط بها 7 مرات. يا الله، هسه من نبدي اول ما نبدي بالاسعار نعيط 7 مرات. يا الله، يبقى بيت الصيني مميز باسعاره، يبقى بيت الصيني مميز باسعاره. بهجة الحنين اعتقد، وردة البيضاء، سوكي سوكي، علي علي، اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم. بضاعة كلش حلوة وصلت، أسعار تفليش، جوة جملة. تعالوا زورونا، تعالوا زورونا، شوفوا شغلات كلش حلوة. هذا قسم الأقمشة هنا، ما نقدر ندخل جوا نسوان وعوالدي يشتغلوا، أبو يوسف، أبو يوسف أبو الوريد، هواية بضاعة جت أقمشة كلش حلوة، كلش حلوة وصلت الأقمشة. يا الله يا الله، تعال عيني يلزم البث اليوم، تابعونا اليوم، الشغل مختلف عن كل يوم، شغلات عندي رهيبة جوا السوق وتفليش، واكو اسعار او اكو شغلات كررناها الخلصت، الكررناها اللي خلصت كررناها. تعال الزم الزم الزم. يا الله، راح نبدي البث وياكم ونبدي الاسعار، لا تنسونا بالمشاركات اخواني خواتي متفضلين علينا، نعم متفضلين علينا، لا تنسونا بالمشاركات. هدايا ان شاء الله حوزعها عن قريب، كلش قريب، هاليومين مو اكثر. لا تنسونا سووا مشاركات حاليا هسه للبث اذا مو زحمه عليكم، فضلا وليس امرا، وانتم المتفضلين علينا، تبقون متفضلين علينا بالمشاركات والمشاهدات والمتابعات. حياكم الله حياكم الله. ونبدي 7 مرات، شنصيح بعالي الصوت، سجلوها وياي بالتعليقات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نبدي البث ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، نبدي البث ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. خلي شوفكم شنو الخلص وشنو الكررنا وشنو اللي يجي. باوعة تعرفها شنو هاي؟ باوعيه مال ايش؟ مال بوتيته. شنو الطماطة بعد شو تسوي؟ منزلين الفيديو مالتها المقطع، احنا منزلين شنو شغلها؟ هاي تعجن او تمرد المعجون والبوتيته. هاي تركيبتها الشكل، تركيبتها الشكل، هاي تخلين المعجون والبوتيته وتفريها وشغلتها. انا شارع انا ومنزل عليها فيديو وخلصت، وقلتوا تتكرر وقلنا لكم تتكرر، ونعم كررناها، وباقين ثابتين على اسعارنا ب 4000 ونص. جوا قولي قولي ب 4000 ونص. نعم بعد باعي هاي السلة التقديم، سلة ضيافة، بيش زجاج معدن يعني مو بلاستيك، بده يبيعوها ب20. صحت بعالي صوتي، اريد اكبر تاجر يطلع يتحداني انا بيعها ب10.5. نعم ب10.5 باوعي. هنا شجرة المكسرات، شجرة الكرزات، خلين بيها الكرزات، منزلين الصور مالتها كلش حلوة وراقية وبيها الوان، وب4500. نعم ب4500، هذا المكرر اللي خلاص وقلتوا يجي وقلنا لكم نعم يجي. باوعية دول كاستيل، دول كاستيل درجة اولى ثقيلة، بيش بلاش 3500. نعم 3500. هاي اسعار الداحكي بيها انا باقي وثابت عليها، اريد تاجر مستورد يطلع يتحداني. باوعي هنا جهاز شمع، جهاز شمع بيش ب6.5، حجم الكبير ب6.5 والحجم الاصغر ب4.5، حجم الاصغر ب4.5. باوعي المميه جيلاتين، مميه جيلاتين شرحت عنها بهواي الفيديوهات المضت والوجبة قليلة ولحقي عليها، جيلاتين يعني للطفل بالغذاء من الملمس يبقى يتغذى ويتونس بيها، بعد من توقع ما تنكسر، بعد درجة أولى شغلة
ممتازة. هاي بكل مكان أنا متأكد مو أقل من 7-8 آلاف دينار، وأنا أبيعها بألف ونص. نعم بعد الميزان وصل، الميزان الشخصي وصل ب6 آلاف دينار. 6 آلاف دينار ميزان شخصي وصل ب6 آلاف دينار. ميزان غذائي ب3 آلاف دينار. ميزان غذائي ب3 آلاف دينار. بعد تعالي بابا عصواني، قطعتين خشب ب5 آلاف دينار. 3 قطع ام البرغي ب10 آلاف دينار. باعي بعد مفاجأة الأكبر على طار الصواني، كمل منانة وحراويهم ايش عندنا ما عندنا. باوعي جدر منك وبألوان وخلاص، وكررناه ليش ما فاتحي شباب؟ ليش مخليه مسلفا من يلتمش يعفون من عنده؟ السيت الجدر اللي ما لحقتوا علي اليوم وجيتوا، وخصوصا اهل دياله بعقوبه على راسي جو عنوه ولقوهم خلص، وقلت لهم يوصل بعد شويه ووصل. قالوا لا عاد ناخذ فره ونرجع له. 3 جدوره والطاوله التبسي مالته وياها هذا تيتانيوم، اكرر تيتانيوم، يعني مو تيفال، يعني جكساره تيتانيوم درجه اولى، سيت ب16 ألف دينار. ب16 ألف. بعد باوع لي هنا معقم الايد وصل القطعه بربع، واذا تاخذين سيت كامل 12 قطعه ب1500. يلا عيني طقطقين عالاتك، خليني جواباتك وعلى السريع سيدة وعدل البيت الصيني. الموضوع ما يتعطل عمي، ما يتحمل تعطيله يابا. باوعيها هاي الميدالية، هاي مو ميدالية عفوا، تعفية، تخليها على الميز على الطاولة. باوعي الوجه، باوعي البراءة. بيش 750 كل الألوان 750. باوعي بطل صاص، بطل فارغ، بطل صاص. بيش قطعتين ب750 دينار. روحي جيبي لي كيلو عنبه وكيلو صاص، خلي العنبه وخلي الصاص وخلي ياكلون والف عافيه. بيش 750. بعد باوع لي هنا شوف المفاجأة هنا، اريد اكبر تاجر يطلع يتحداني. باوعي هاي الصينية القنبلة، هاي الصينية شريت من عندك. باوعي الحركات المطلوبة من عندك، ليش؟ حتى تلحقين عليها. أول وحدة تطقطقين انعالاتك وتخلين جواباتك ودشداشتك بحلقك وتوقفين بالباب، ليش؟ لأن السعر صدمة. قنبلة، أريد أكبر تاجر يطلع يتحدان. نعم، هسه راح أحكي الأسعار، شلعت قلبكم، عطلتكم، بس دا أنتظر تاجر يسمع سعري ويطلع يتحدان. باوعي منين أبدي وياك وشلون أبدي؟ باوعي. هذا الحجم، هذا الحجم أصغر وحدة، باوعي شبر وفتر، يعني 40 سنتيم، يعني القياس 40 سنتيم في 25 سنتيم أكثر، في 27 سنتيم. بيش؟ تدرون بيش؟ أريد أكبر تاجر يطلع يتحداني، خلي طق تشيس حتى يبين الوجه. باوعيها. بيش؟ ب1500، صينية خشب ضد الماء، ضد الماء. بيش؟ ب1500. نعم خشب، سمعي الصوت، ب1500. باوعي النقشات، باوعي النقشات رهيبة، ب1500. أكرر ما يلي اطلع تحداني أبيعها ب1500، حجم الصغير. بعد شعدنا عندنا الأكبر عمي، باوعي الأكبر قياس 50 سنتيم في 35. بيش؟ بلاش، ب2500، ب2500. باوعيها ب2500، بلاش، أحلى هدية، أحلى. باوعي ما الضيافة، أكرر ما ضد المي، ها ضد المي، الخشب ضد المي مالتها. بيش؟ هيانا باوعي ب2500. بعد باوعي الأكبر، هيانا حجم الأكبر، باوعي الفرق بين هاي وهاي. هاي 60 في 40. بيش؟ ب3000 دينار.
يلا طقطقين عالاتك وخلين جواباتك او دشداشتك بحيقك وسيده وعدل قبل كالغزال الهار بالبيت الصين اسعار تفليش. هذا اليوم المزاج يطلب هالشكل اكرر ما يلي اطلع تحداني. باعوا القياسات باعوا الفرق باعوا الفرق باعوا الفرق باعوا الفرق هيا انا الفرق مبين 1500 2500 3000 دينار ام 10000 ابي حب 3000 ام 8000 ابي حب 2500 وام 6000 ابي حب 1500 ام 6000 ب 1500 بعد صينيه وصلت المزدوجه صينيه مزدوجه قطعتين بلف عفوا قطعتين بلفين يعني القطعه بلف يعني القطعه طلع عليك ب 1000 قطعتين ب 2000 قطعتين ب 2000 باوعي هذا خلاص وقلت يجي قلنا لكم نعم يجي نعم يجي هذا مال الوجه شنو كله مكتوب هنا فوائد على الوجه كل فوائده مكتوبه جل الصبار معروف جل الصبار معروف درجه اولى الاصلي اذا مو الاصلي مرجوع مو بس مرجوع اعطيك الكروه مال روحه وجايه على حسابي مال وجه مال جسم كله شغال بي وكل المواصفات المطلوبه به التنعيم حب الشباب التبيض كلها الكلف السواد الجو العين كل هذا يشيله بيش ب 1500 دي بيعوه بكل مكان ب 5000 ب 6000 الاصلي انا ابيع الاصلي ب 1500 بعد باوع لي هنا باوع لي هنا المزهريه بيش ب 750 مزهريه ب 750 بعد باوعي هاي المري كررناها المري قطعه ب 1000 القطعه ب 1000 يعني تاخذينك ثلاث قطع ب 3000 دينار احلى سيتي ندق على الحائط وكلش حلو وراقي بعد باعي هنا السله مال الخضره سله مال الخضره علي شوف لنا هنا الزبان علي شوف لنا الزبان سله خضره بيش ب 750 سله خضره ذهبي ب 750 بعد باعي هذا محد السكين هذا المحد شرحنا عنه وخلص واجا هذا يتخلى على الكاونتر هالشكل والضطي هاي يقفل بعد ما يتحرك تخلين السكين وهالشكل تحدين حد وتنعيم حد مستحد عفوا وتنعيم بيش بلاش بيش بلاش بلف بلف بعد باوع لي هنا اللعابات جتي لعابات كل القياسات جتي كل القياسات جتي باوعيها باوعيها كل القياسات جتي هاي بيد علي ذبها بيش بثلاثة ونص هاي بيش بخمسة وهاي كبيرة كلش المرة مربينا ومكبرينها لكم بيش بسبعة آلاف دينار بسبعة آلاف دينار بعد اروح هيك ما شاء الله البضايع ما شاء لا منا ونرجع هيك تعال باوع لي هنا باوع لي هنا السطلة جتي هيا انا جتي حجم الكبير اكبر من ذيك اللي بعناه ب 8000 هذا حجم الاكبر من عتها بيش هاي دي بيعوها ب 17 انا بيش ابيعها اكرر واقول اريد اكبر تاجر يطلع يتحداني اكرر اقول اريد اكبر تاجر يطلع يتحداني سطله بيش والله عمي بلاش ب 9000 دينار سطله ب 9000 طبعا السطله ويا اليد مالتها يعني هاي غسل وتنشيف غسل وتنشيف ب 9000 دينار يلا راوين عضلاتك وطلع تحدان 9000 ابيعها باوعي الحجم الاكبر ام التاير حجم الكبير بيش هيا انا باوعي هذا موديل الثاني وكذلك ام ال 18 ابيعها ب 9000 دينار طقطقين عالاتك وعلى السريع جواباتك وتجين تركضين لا تظلين بارده تجيني ورا وين وعفي اريد من هاي وعف البرود يلا 9000 دينار وهاي الاخت 9000 دينار وبعد ايش عندنا؟ جدي عمي جدي هاي اللعبه مال الاطفال يا رادوها قالوا تجي قلنا لهم تجي وكررناها وباقين وثابتين ب 3500 نعم ب 3500 خلنا نطلع منها نرجع هيك ولا نطلع منها بضاعة هواية
ب 3000 ونص بعد باعي الصابون، كل الصابون موجود، كل الصابون موجود، كل اجي. اذا مو الاصلي مرجوع، اذا مو الاصلي مرجوع بالف، اللي يبيعوها ب 4000 نبيعها بالف. اذا مو الاصلي مرجوع، وقد كلمتي مرجوع اذا مو الاصلي بالف ابيعها. بعد باوع لي هنا، باوع هاي مال النجوم عمي، باوع هاي مال النجوم. لا كهرباء ولا ابد، هي وحده تضوي، وحده تضوي بيش ب 500 دينار. نعم هذا الباكيت او هاي العلبه او هذا التشيس كله ب 500 دينار. يعني تاخذي لي التشيس يعني ب 1000، ترسين الغربه ترس نجوم وانت الهلال، ويقعد يسامر وياكل غزال. بعد لا باوع لي، لا باوع لي اللوحات، باوع لي اللوحات، باوع 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 اللوحات، باوع الجمال. كل اللوحات اجت، كل الالوان اجت. بيش مالت اسعار تحدي عمي ب 4000 دينار. نعم ب 4000 دينار. الطول متر والعرض 75 سنتيم، يعني بيش ب 4000 دينار. يلا راويني واطلع اتحداك، اتحداك تقدر تحداني عمي. بيت الصيني ورد ورد ورد، بيت الصيني ورد. جيبها 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 المملحه. لا لا ادعوك علي بس باوعي، جيبه جيبه باوعي. هاي الممالح، هاي الممالح مالي شمال خطار مال فيكه، هاي جبناها سابقا وخلصت وهسه الله وصلت. بيش حجم الكبير عمي، حجم الكبير شكل المرمري. باوعيها باوعيها شكل المرمري كله نوجد. بيش القطعه بلف، القطعه بلف. نعم شكل المرمري القطعه بلف. بعد باوع لي هنا، باوع لي الفيش نجحه والله يحفظهم زيوني وربعه. بيش دنبيع عمي، بيش دنبيع هاي الاحجام. باوع هذا الحجم الصغير وهذا حجم الكبير، وباوع الفرق بين هذا وهذا. باوع الفرق هذا الفرق، هي هسه هاي وياش ايش قد فرق. هاي 8000 دينار طوبه مالتها وياها. العب اخوي عامر العب. بيش 8000 وهاي بيش 10000 دينار، 8 ب 10. باوع المعطرات جتي كلها بالواحد، معطر جسم 200 ملي مكتوب ومضمون، اذا مو 200 مرجوع، اذا مو مفول تفول مرجوع. بيش ب 750، نعم ب 750. والدبدوب جابوا ال 3000 نبيعه ب 1000 وربع، الدبدوب ب 1000 وربع. بعد باوع لي هنا، باوع لي هنا، منا 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 اطلع منا اطلع منا. شفتي هاي مال بقوليات، صينية تركي وصلت، الصينية التركي وصلت، وكذلك بألوانه وأحجامه. تركي ثقيلة درجة أولى، عملية ممتازة، إدة تنباع. ما علينا بش يبيعون، احنا نبيع عمي، احنا بيت الصيني نبقى، نبقى القنبلة الموقوتة على السوق بأسعارنا، نفجرها كل يوم لكم ونبقيكم كل يوم تتابعونا. بيش نبيعها؟ بلاش بثلاثة ونص، نعم بثلاثة ونص. باوعي هذا حجم الراقد كبيره الحلوه 60 سنتيم في 38 سنتيم، بعد بها الوان. بيش ب 6000 دي 7000 دينار، 7000 دينار. عندنا حجم الثاني او الشكل الثاني بيش ب 6 ونص، ب 6 ونص، 7 زجاج اطار حديد زجاج ب 6 ونص. بعد باوعي هنا، اي هاي جيبوها مال البقوليات، جيبوها باوعي. هاي مال البقوليات شرحت عنها وعرفتوها وخلصت وطلبتوها، قلت لكم تجي واجت. حافظة بقوليات طبعا بيقفالها بالصفحة 2، يعني مترسيها وشيليها ما تفتح قفل. هذا بعد منا التفريغ، وهذا شنو القياسات، وبعد وداخل العلبة قياسات، وبلف دينار. واطلع تحداني بيت الصيني ورد، ورد بس عارة ورد. باوع لي منا، ارجع منا 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 ابويا منا 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 منا. باوع خشو خراوي ومش عندنا ما عندنا. باوع الحكي، باوع الحكي، باوع الباوع، باوع تبسي حراري، تبسي حراري تركي قطعتين يجي السيه. هذا ما تخليه بس بالفرن،
خلي بنار جهنم الحمراء ما يطق. تركي اصلي درجه اولى قطعتين مسؤول عنه بيا شبيعه بسبعه ونص. اطلع تحداني اذا تقدر تتحداني، هذا الدين بعد عليه باش يبيعون، الله يرزقهم. احنا نبيع بسبعه ونص، يلا عيني. طقطقين عالاتك وخلين جواباتك وسيده وعدل البيت الصيني، ليش؟ لان جابوا هاي الرحله. هاي الرحله رسوم الاطفال. هاي تحديت بيها. وقالوا لي ما تقدر تجيب ام الرسوم لانه مكلف عليك وتخسر. واذا جبتها تبيع اغلى. انا سابقا بعتها ب 6000 دينار. انا ما اتعاند ولا زامط ولا تعاندني وباقي على سعري. ام الرسوم الرحله الاصليه باوعيها الاصليه، سبق وان قلنا المو اصليه ما تنطبق والاصليه تنطبق وتنفتح. بيش ب 6000 دينار. وبها الوان، بها الوان ب 6000 دينار. نعم باقي بيت الصيني للتحدي قائم ومستمر وثابت ب 6000 دينار. باوعي الخلاط، الخلاط الله الخلاط، هذا الخلاط يوم اذا تجي الوجبه وتخلص ويجون متاخرين ثاني يوم يابون نقول انتظر فساعتين يجي، هو اجى ووصل بيش ب 22 الملف نحاس درجه اولى. يعني ما حاجه اشرح عنه، شارح نفسه بنفسه معروف يطحن حصه حتى حصه يطحن. بيش ب 22000 باوعي هاي شربايه مال حلوين عمي، هاي شربايه مال حلوين يعني شنو؟ يعني حافظه كيك، حافظه كيك يابي، هاي الحافظه مالتك عمي باوعي. هاي اذا رجلك يخاف عليك من الحسد من العين من الهوى العالي يقعدك هنا، لان هي الحافظه مالتك يا كيكه وهي انا الحافظه كيك. بيش ب 3000 دينار. نعم اطلع تحداني ب 3000 دينار. بعد باوعي المصفي اجى وصل مصفي، ايش كم قطعه بيه؟ باوعي انا احسب لك كم قطعه بيش، انا اقول لك بيش ابقى وياي. يلا عين نوم ابو علاوي غدي ونومي وتعال، الموضوع ما يتحمل تاخير، ليش؟ لان وصل المصفي، ايش في هذا المصفي؟ هذا للبن، بعد للعصاير، بعد منخل قول وياي الحلويات والمعجنات، كل شيء شغال، واحد اثنين ثلاثة أربع قطع تجي بالكيس، اطلع تحداني بسعره، أبيعه ب 2000. اتحداك تقدر انت تبيعه جوا ال 3000 ونص 4000 اذا ما تبيعه ب 6 او ب 5. عمي انا ابيعه ب 2000، اطلع تحداني بسعره ابيعه ب 2000 دينار فقط لا غيرها. باوعي هنا جت الطاوه، جت الطاوه، شنو هاي؟ السيراميك، طاوه سيراميك باوعيها المقسمه، طاوه السيراميك المقسمه ما تحتاج دهن، طق البيضه بلا دهن. سوي البيت فنجانة، سوي البوتيتاية، شو تريدين سوي؟ سوي كل من قطعته. هذا يبكي يريد بيضة، طق له بيضة هنا، ولا هذا يبكي يريد بس بوتيتا، سوي له هنا قطع. همبرجر عادي، سوي بيضتين هنا، همبرجرات هناتين، وسوي قليين، ومشي الحال. بيش؟ طبعا اكرر سيراميك يعني بلا دهن، واذا تريد تخلين دهن بكيفك. اذا حصتكم قوية واستلمتي دهن، خلي دهن. بيش؟ هاي بدها تنباع ب 15000. اكرر واقول اريد اكبر تاجر مستورد يطلع يتحداني، ابيعها ب 5000 ونص. نعم ب 5 ونص، ولو تجي بيدي الا ابيعها ب 5400، بس المشكله ما عندي 100 دينار ارجعها. بيش ب 5 ونص؟ اطلع تحداني اذا تقدر، يلا ب 5 ونص انا ابيعها. باوعي على هذا الدب وسد الباب وراك، هذا الدب وسد الباب وراك. شلون يعني الدب وسد الباب وراك؟ يعني دوب هالدوب هذا خليهم بيه العصير او المي، شو تخليهم بيه؟ خليه وخليه يشكل بالثلاجه، ورا ما يجمد تقلبي هالشكل وتطلعيه، واذا هو دوب بس شوفي هي انا الدوب دوب دوب دوب، ومنزل الفيديو ماله قطعتين بلف، قطعتين بلف القطعه ب 500 دينار. بعد باوع لي هنا جت القراصات، باوعي هاي القراصه، هاي شنو يا باوعي هاي؟ هاي على مود بالحبل، منتخليها بالحبل مضي عليك القراصه، كل يوم جايه البيت صيني مشتريت لك وجبه قراصه، اشتري وجبه وحده وخلصي. ليش؟ لان هاي تخليها بالحبل هالشكل،
طلعيها من هنا تخليها بالحبل وتنقفل هالشكل بالحبل، من تجي الملابس تقرصيها بالملابس تقرصيها ترجعيها تبقى بالحبل. بيش بلاش هذا الكيس كله ب 750 دينار، يعني تخلصين من النشر مالتك كله، مو النشر لا النشر الفيس، نشر الملابس عمي 750 دينار. على طار النشر شو ماكو مشاركات اعزائي حبايبي، يابا الصوت رايح على موتكم، اسعار ذا فلشة على موتكم، شبعت مسبه بالخاص على موتكم، ناس يصدعون علي من الله يوفقهم ويرضى عليهم، ما عندي غير كلمه ارجع له اللهم يزيد لك مثل ما تتمنى لي. كله على موتكم لانه اسعار فلشت، اذيت ناس انا على موت، والله لا يرضى علي اذا اريد اذي احد، ولكن انا عم الرجال بسيط مقتنع بالفلسان والدراهم. مقتنع بالفلسان والدراهم. فلسان فلسان اكو جوا على وانقل كوب شاي اي صابون نعله على نعله على ويريدني باوعي. انا مقتنع، انا مقتنع بذني الفلسان عمي، احمد الله واشكره، الف الحمد لله والشكر، عندي ناس طيبين يدعوا لي بالخير والله يجزيهم بالف خير، اللي يدعي لي بالخير اسال الله ان يزيده اضعاف دعائه الي، واللي يدعي لي بالسوء اسال الله ان يحسن عاقبته، ما عندي عداوه ويا حد عمي، مجرد تجاره، رجال مقتنع بالدرام واحمد الله واشكره، لا مو بالدرام بالفلسان مقتنع. بيش 750 طولت عليكم، جت الثقاله مال الدولمه، يلا عيني طقطقين عالاتك وخلي جواباتك وسيده وعدل على بيت الصين، الموضوع ما يتحمل لانه جت الثقاله مال الدولمه، دولمه مالتك مو تمام، تريدين تتباهين بعد اكو نقطه، خلي الرجال من يباوع لك يقول والله المهر بها مو خساره، ليش؟ لان الدولمه مالتها كبسه، ليش صارت كبسه؟ لان بيت الصيني جابوا لها ثقاله تخليها عجر ب 2000 دينار والحجم الاكبر ب 3000 دينار. باوعي النادره هذا شغل النادره، هذا شغل الشتش في القلب، باوعي هنا الجنط اجت الجنط اجت الحجم الكبير، حجم الكبير باوعي الاحجام، باوعي 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 هاي هاي ايش قد حجمها؟ هاي ايش قد حجمها؟ متر الا صبعين طول، عرض 80 سنتيم، بيش؟ ب 3000 ونص. اطلع اتحداني اذا تقدر تتحداني، لا حتى النص نطيره ب 3000 دينار، حتى ال 500 دينار طيره ب 3000، والحجم الاصغر والحجم الاصغر ب 2000 ونص، باوعي هذا الفرق الحجم الاكبر عن الاصغر 2000 ونص وب 3000 دينار، 2000 ونص وب 3000 دينار، باوعي باوعي 2 ونص واللي وراها ب 3000 دينار، مجرات وصلت المجرات، مجرات وصلت بلاش مجرات اربع طابق ب 18000 دينار، نعم ب 18000 دينار، بضاعه كل شوية وصلت معلاه وعيني، بضاعه كل شوية وصلت ب 18 مجرات. هسه عفونا من المجرات، عندنا سوالف بعد وبعد، لو اشوفكم اياها غش بالله جيب لي يعني هنا على الميز. هاي جت الورود، هاي جت الورود يا ورود، باوعي الحجم مالتها، مو تقولي لي اه بالكاميرا ايش كبرها، ركزي علي، ذبي القلم تبع الصبوره صيري شطوره، ليش؟ لانه راح اشرح لك درس ممكن من خلاله تصعدين تتفوقين على الطلاب، ليش؟ لانه باوعي اربع اصابع، باوعيها هذا طولها. تشوفيها اربع اصابع. عرضها ايش قد؟ باوعي عليها، هي انا عرضها ثلاث اصابع. تشوفيها بيش؟ 750. هاي هذا الشغل مو عبالك بلاستيك، لا عمي تحفيه كلش راقيه. كلش راقيه، حرامات الصوره ظلمتها، حقيقه ما ردت اطلعها بالبيت. لانه البث يخرب شكلها، شكلها فشي قنبله، قنبله شكلها. باوع هنا اجى اجى، شنو اللي اجى؟ ابو ال 30 سحبه، كل سحبه تذبيها بالسطل مال المي وتمسحين القاع، شو يصير؟ تصير لمعه بالارضيه، وبعد لمعه بالقاعيه بالف، بعد طين المري.
باعي هاي المرايه، نروح هناك نراويهم. موجود هناك المرايه موجود، بس هناك على الثنجره، بس خل صور شوفكم اياها. اوقفين اوقفين ايه نعم ايه نعم. باع هاي المرايه اني لزقتها هي، انا دشوف فيها دشوف فيها انا المرايه، مرايه درجه قرب الكاميرات ترى ما تعب هاي المرايه والله خوش مرايه باوعيه، دشوا فيها المرايه. طبعا ها ما عليكم بلون الورد، هاي عاكسه علي احنا على مود لما تطلع شوفتنا وتنحرمون من الغداء. بيش 750. هاي انا القطعه ب 750، طولها اكثر من 30 سم. اجى بيها شكل القلب بعد. شوفي الاشكال اللي جت بيها، شوفي الاشكال اللي جت بيها، اللولبيه وام القلب دبل قلب، يعني قلبك وقلب وليدك، قلبك وقلب رجلك. بيش كلها ب 750. يلا عيني علي. يلا عيني طقطق عالاتك، خلي جواباتك، وعلى السريع البيت الصيد. الموضوع ما يتحمل تاخير. رجاء لا تجيني متاخره وينها وعافيه وهاي وردت ووصيت وقلت. ارجو المعذره خواني اخواني خواتي، خدمه توصيل ما عندي. خدمه توصيل ما عندي، بعد شنو الموضوع؟ اخواني خواتي يوميا الساعة تفتيحتنا طبعا ساعة 10 الصبح للتسعة بالليل. 10 الصبح للتسعة بالليل كل الايام ما عدا يوم الجمعة، ما عدا يوم الجمعة، يوم الجمعة من ساعة 3 الظهر، كل جمعة من 3 الظهر لساعة 9 بالليل. اخواني الله يرضى عليكم، خواتي الله يرضى عليكم، لا تجيني بالتسعة بالليل وبس هاي. عندي كادر دا ينتهي دوامهم وخطيه، ما اريد اعطل احد، الله يرضى عليكم. باوعي هاي باوعي هاي، هذا كله معطر ارضيات ومعطر جو، كله اصلي ب 750 ومعطر الجو ب 1000، اللي دا يبيعوا هذا ب 1500 انا ابيعه ب 1000. معطر ارضيات ب 750. باوعي هذا الكلينس كلينس قولوا وياي، هذا المرطب معقم نفس الوقت للايد، ديتول بربع. هذا اكو معطر مال ملابس، نعم معطر ملابس بيش ب 750. هذا خلصت الوجبه وكررناها، خلصت الوجبه وكررناها. سبلاش سبلاش الاصلي، اذا مو الاصلي مرجوع ب 2000 دينار. هذه العلبه كبيره ب 2000 دينار. اخواني طولت عليكم بالبث، ارجو المعذره، اكد واكرر واقول، وعندي نقطة مهمة جوهرية جدا. الله يخليك ثبت هاي الكلمة بأذانك. ليش؟ افحص قبل المغادرة، افحص وتأكد، لأنه من بعد ما تغادر بيت الصيني احنا غير مسؤولين، غير مسؤولين بأبد، غير مسؤولين. افحص بضاعتك قبل المغادرة، ما مسؤول، بس تطلع باب المحل لا ترجع ولا تبديل ولا تقول لي مكسورة ولا ما أدري ولا ما فحصته، ما له علاقة. خلي اصيح بالبث اسمعوني زين، راح اجيب عامل شغلته بس يكسر ويعبي بالغراض وابيع لكم مكسر. بعد اكثر من هذا التصريح، نعم اجيبه يكسر ويعطيك اياه اغراض مكسره. فلا تعتمدين على اي واحد، فحصي حاجتك قبل المغادره. من تطلع باب المحل نص خطوه سقطت حق المطالبه التبديل والترجيح. طالما انت بداخل المحل افحص وتاكد، واذا مكسور عادي نبدل لك اياه واحنا الممنونين وعلى العين والراس. افحص قبل المغادرة. اخواني طولت عليكم واكرر موضوع الاطفال، الله يرضى عليكم، تعبت من هذا الموضوع يوميا.